والى اخبارنا الداخلية حيث شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حماد الصاوي النائب العام اداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2019 اليمين القانونية لبدء عملهم في السلطة القضائية بتعيينهم في النيابة العامة. وقد شهد اداء اليمين لفيف من قادة واعضاء النيابة العامة ووزارة العدل خلال احتفال تضمن عرض قيم وتقاليد القضاء المصري على مر العصور واختتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاوني النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة